اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية أذكر الإخوة بأهم الملفات اللي فتحناها في الفترة الأولى من فترة هذه الدورة، وهذه الفترة الثانية والأخيرة بإذن الله عز وجل. وأذكر الإخوة أن الحصة اللي أرجو أني أخذها من هذه الفترة حصة يسيرة، ثم أفتح المجال للإخوة للاستدراك أو للمداخلة أو لطرح السؤالات المتعلقة بالمادة العلمية المطروحة. أهم ما طرحناه في الفترة الأولى ما يتعلق بالظاهرة الإلحادية على محورين أساسيين. المحور الأول هم التطورات التي حدثت للخطاب الإلحادي أو الخطاب الإلحادي المعاصر أو الإلحاد الجديد، وذكرنا جملة من العناصر حيال هذه القضية، ثم ذكرنا بعد ذلك جملة من التطويرات العقدية المقترحة والتطويرات في الخطاب العقدي لمجابهة إشكاليات الإلحاد، وذكرنا جملة من العناصر المتعلقة بهذه المسألة وهذه القضية. الباقي يعني زي ما ذكرت قبل صلاة المغرب بعض الأشياء المتعلقة بالمحور الثاني وتطوير الخطاب العقدي، فأحاول بسرعة أن أجمل وأن أذكر بعض القضايا المتعلقة بهذا المجال. من الأشياء كذلك التي أرى ضرورة مناقشتها والتنبيه عليها ومعالجتها في طبيعة الخطاب العقدي لمجابهة إشكالية الإلحاد، اللي هو خلنا نعنون له بدرء تعارض العلم التجريبي والنقل. يعني إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى طرح في زمانه وقبل زمانه سؤال مركزي ومهم في التراث العربي الإسلامي، وهو سؤال العقل والنقل، أيهما المقدم إذا تعارض العقل والنقل، وقدم ابن تيمية أطروحة شديدة العمق في الإجابة على هذا التساؤل وهذا الإشكال، ويعني معروف الأطروحة يعني ومعنون لها يعني بموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول أو بدرء تعارض العقل والنقل مؤسسة على المرتكزات الثلاث. والمناقشة نحن لسنا بصدد بطبيعة الحال مناقشة درء تعارض العقل والنقل، لكن المقصود اللي هو استعارة هذا النموذج، استعارة هذا المعنى من التراث التيمي للتراث المعاصر. لأن إذا كان الإشكالية يعني خلينا نقول بين الخطاب الديني وبين الخطاب الإلحادي في زمن المتقدم هو خطاب عقلي فلسفي، فأحد الأدوات الكبرى التي يحاول يوظفها الخطاب الإلحادي للدعوة إلى الإلحاد هو العلوم الطبيعية التجريبية. وفي كثير من الأحيان لا ما بيقول نقع في حالة صدام، لكن يفترض البعض حالة صدام بين معطيات الوحي وبين العلوم الطبيعية التجريبية، فنحتاج أن نحرر القواعد الضابطة لعلاقة هذا بهذا. لأن المشكلة اللي قاعد نشاهدها الآن في أرض الواقع أن أشبه عندنا طرفين في هذه القضية. في طرف معين أحيانا يغلو في تغليب جانب الوحي على معطيات العلوم التجريبية القطعية، وإذا استحضر الإنسان النموذج التيمي في حل الإشكال ابن تيمية أحد الاعتراضات المركزية المحورية، يعني خلنا نأخذ النموذج، لأن النموذج صراحة لطيف ويحل لنا استعارة بعض مفردات بعض الإشكاليات، وإن كان أعتقد لا يحل الإشكاليات جملة. يعني مؤسسة فكرة ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل على ثلاثة أساسات. المرتكز الأول اللي هو درء فرض التعارض، إن ليس ثمة حالة من حالات التعارض المحققة بين العقل القطعي وبين النقل القطعي، هذا قضية متوهمة، قضية غير حاضرة، قضية غير موجودة. الله عز وجل هو الذي أنزل الوحي، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق العقل، ويستحيل أن يتعارض هذا مع هذا. وإذا قدر التعارض فثمة حالة من حالات الإشكال في أحد المعطيين، إما أن يكون النقل غير ثابت أو أن دلالته ليست قطعية، أو يكون العقل غير صريح، أو يكون العقل غير صريح غير قطعي غير متفق عليه إنسانيا وبشريا. هذا أحد المرتكزات الأساسية، وبالتالي نفترض نفس المسألة، يستحيل أن تثبت عندنا قضية قطعية تتعلق بالعلوم الطبيعية التجريبية تتعارض مع معطى من معطيات الوحي القطعي، هذا مسلمة أولى. المسلمة الثانية ابن تيمية في اعتراضه على النموذج اللي أقامه الرازي في كتابه أساس التقديس، وطبعا الرازي عبارة عن تطوير نظرية مسبقة موجودة. الرازي فكرته يقول إذا تعارض العقل والنقل إما أن نأخذ جميعا أو ندعهم جميعا، أو نأخذ بالعقل وندع النقل، أو نأخذ بالنقل وندع العقل. هذا النموذج اللي قدمه الرازي. ابن تيمية اعترض على القضية الأولى، السؤال إذا تعارض العقل والنقل، قال ابن تيمية ما يتعارض العقل والنقل. الإشكال الثاني قال حصر القسمة في طبيعة التعارض في القسمة الرباعية خطأ، هذا أحد المعطيات الأساسية.
يعني الرازي قال الفروض المحتملة في صلة العقل بالنقل 4 فروض: إما أن نأخذ بالعقل والنقل جميعا، أو نردهم جميعا، أو نأخذ بالعقل ونرد النقل، أو نأخذ بالنقل ونرد العقل. هذه الفروض الاحتمالات 4 الممكنة الموجودة. هل يمكن أن نأخذ جميعا؟ يقول العقل يستحيل تأخذهم جميعا، لأن النقل في المثال كأنه يقول لا والعقل يقول نعم، مستحيل أن تعتقد نعم ولا في نفس الوقت. هل تردهم جميعا؟ يستحيل ذلك، لأن إما أن تعتقد نعم أو تعتقد لا، ليس لك خيار أن تخرج من أحد النقيضين. طيب هل تقدم هذا على هذا وعلى هذا؟ طبعا له بناء، خلينا نقول فلسفي، في تقديم العقل على النقل، باعتبار يعني بتعبير رازي أن العقل هو أصل النقل، فلو ردينا دلالة العقل بدلالة النقل لاقتضى ذلك إبطال شهادة العقل وعدم تصحيح دليل العقل اللي شهد بصحة النقل، وإذا طعن في الشاهد كان ذلك صار بالطعن إلى المشهود له، وبالتالي سيطرح العقل والنقل جميعا، وبالتالي ليس ثمة خيار لأن نقدم العقل ونطرح النقل. هذا الأساس. ابن تيمي اعترض على المبدأ الأول، اعترض على القسمة الرباعية، قال لا مو بصحيح أن عندنا انحصار القسمة في 4 أقسام ممكنة، بس لا، عندنا العقل والنقل له طبيعتين، عندنا قطعية وظنية، فإذا تعارض العقل أو خلينا نقول النقل القطعي مع العقل القطعي هذا مطرح وغير حاصل ولا متحقق ولا موجود، وأجبنا عليه في المرتكز الأول، وطبعا دلل على القضية هذه ابتداء. طيب إذا قدر التعارض يصير الفروض محتملة أكثر من 4 فروض، يعني يصير عندي الحين نفترض التعارض من 4 احتماليات: عقل قطعي، نقل قطعي، عقل ظني، نقل ظني، وبالتالي لما توزع القسمة بتلاحظ القسمة يتضاعف الرقم، يصير 2 أس 4، يعني 2 أس، يصير 16 احتمال يعني متاح وموجود. فليخلص إليه ابن تيمية في نهاية المطاف أن المقدم في نهاية المطاف ليس عائدا إلى طبيعة الدليل عقلي أو نقلي، وإنما هو عائد إلى قطعية ظني أو قطعي، وبالتالي فالقطعي هو المقدم مطلقا سواء كان عقليا أم ظنيا. من هذا يعرف الإنسان خطأ إطلاق العبارة أن النقل مقدم على العقل مطلقا، لا، القطعي مقدم في الاعتبار مطلقا سواء كان قطعيا عقليا أو نقليا قطعيا. القضية الثالثة والأخيرة أن لو قدر فرض التعارض وكذا وليس ثمة خيار، فالمقدم في الحالة هذه النقل، ودلل ابن تيمية بالقضية هذه، ما أريد الاستغراق لأن مبحث أجنبي، مبحث أجنبي جملة تفصيلا. اللي أبي أستفيد منه في الحديث هنا اللي هو قضية أن هذه المعطيات أن أحيانا قد يتوهم الإنسان معارضة بين دلالة نقلية ظنية ودلالة مثلا علمية طبيعية تجريبية قطعية، فالعقل يقول مقتضاه أن نقدم القطعي في هذه الحالة. يعني خلني أضرب النموذج لو توهم متوهم، أنا ما أقول هذا ظاهر الخطاب الشرعي، لكن لو توهم متوهم أن ذو القرنين عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى نهاية الأرض وكذا وجد إيش؟ وجد أن 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 وجد الشمس تغرب في عين حمية، هذا ثابت في سورة الكهف، صح ولا لا؟ إيش العين الحمية؟ العين الحمية عبارة عن العين، عبارة عن العين الماء اللي فيها طين، وبالتالي حمئة يعني مختلط الماء فيها بالطين. فلاحظ ملاحظة معينة أن عندنا عين موجودة في مغرب الأرض، إيش طبيعة العين هذه؟ إن تغرب فيها الشمس، تغرب فيها الشمس. لو توهم متوهم قال لك معناته أن الشمس في نهاية النهار تغرب داخل عين الحمية، هذا مدلول الوحي. مدلول العلوم الطبيعية التجريبية ليس في زماننا، في حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقال هذه العبارة وما تعقل أحد من الصحابة ولا حتى من كفار قريش أن مقصود الوحي هو إيش؟ مقصود الوحي هو الدلالة على هذا المعنى العقدي خلنا نسميها، أو المغيب، أو لا، القضية في نهاية المطاف المعنى القطعي الثابت أن الشمس في نهاية النهار شو اللي يحصل؟ تغرب بالنسبة لعين الرائي. وعمليا ظاهرة الشروق والغروب ليست قضية خلنا نقول قضية أصلا ذات قيمة مطلقة، هي قضية نسبية، يعني بمعنى هي تغرب عندك وهي تشرق عند ناس آخرين. ولو كان الإنسان قدر الله قاعد يمشي يعني خلنا نقول موازيا لمسار الشمس لن تغرب عليه الشمس، زين؟ فهي عمليا يعني نستطيع أن نقول الشمس في كل لحظة قاعدة تشرق وفي كل لحظة قاعدة تغرب، هذا اللي قاعد يحصل فعليا وعمليا. طيب كيف يعالج الإنسان أن النص، هل دلالة النص تغرب في عين حمية قطعية على المراد؟ نقول ليس قطعية، هي نسبية، يعني بالنسبة للرائي، أي واحد يقف على شاطئ البحر في نهاية النهار يشوف الشمس كأنها غربت في البحر بالنسبة لعين الناظر الرائي. ولذا هذا المعنى حتى في كتب التفسير ترى متداولة متواردة، ما هي ليست يعني أجنبية أو معنى مستحدث أو من عندياتي، أي واحد يرجع تفسير من كثير تجد هذا المعنى حاضر موجود.
لماذا أطرح هذا الكلام؟ لأن في الواقع ثمة إشكالية حقيقية في طبيعة التفاعل والتعامل مع المعطيين. يعني خذوا هذين النموذجين يمثلان طرفي المعادلة. عندنا طرف قد يغلو في قيمة النقل ويعطل قيمة العلوم الطبيعية التجريبية بحيث يرد القطعي من العلم الطبيعي التجريبي متعلقا بظنيات الوحي. مثال: أحدهم قرأت كتاب بعنوان نقض نقض النظريات الكونية، نقض النظريات الكونية، كتاب كبير ومليء بمحاولات نقض ما يقطع علماء الطبيعة والتجربة اليوم بصحته وصوابه. يعني خذوا المثال الصارخ، ولا الأمثلة متعددة في الكتاب كثيرة. يأتيك مثلا المؤلف يقول: كل من زعم أو آمن واعتقد بالجاذبية الأرضية فهو ينكر ربوبية الله تبارك وتعالى العالم. إذا تؤمن بالجاذبية فأنت تنكر ربوبية الله تبارك وتعالى للعالم. ليش؟ إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله، فليمسك الأشياء ليست الجاذبية ولا الطبيعة ولا المعطيات هذه، وإنما يمسك الله تبارك وتعالى. طبعا لما يبي الإنسان يقيم هذا التفسير للوحي هو تفسير خاطئ قطعا، والله عز وجل هو سبحانه وتعالى خالق هذا الكون، وهو خالق سبحانه وتعالى القوانين والسنن والأسباب التي تجار بهذا الكون. ليس ثمة تعارض بين يقول إن الله عز وجل هو الذي يخلق المطر وبين إن عندنا دورة في الطبيعة للمطر، إن الشمس تبخر الماء البحر ويرتفع ويتكون السحاب، ثم ما في تعارض بين هذا المعطى وهذا المعطى، بدليل إن القرآن الكريم ذاته يقر بهذه الحقائق العلمية التجريبية في كأنموذج دورة الماء في الطبيعة على سبيل المثال. فالشاهد إن هذا يمثل حالة مشكلة، خلينا نقول حالة مشكلة. في الطرف المقابل كذلك عندنا حالات مشكلة قد يعني خلني أذكر مثال طريف ومثال ألصق بالموضوع اللي هو العلم الطبيعي التجريبي وصلته بقضية الإلحاد. المثال الطريف أذكر لما كنت أبحث ما يتعلق بإشراط الساعة وتطبيقات إشراط الساعة في أرض الواقع وكذا، من الممارسات المضحكة حقيقة والسخيفة في محاولة تأول الوحي جر الوحي لموافقة الواقع، الممارسات الآتية: يأتيك واحد يقول لك ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن تخرج في آخر الزمان نار تحشر الناس إلى أرض محشرهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرجل على بعير ورجلان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير. طبعا التفسير الحديث القريب أن في آخر الزمان يقل الركب اللي يحمل الناس من الدواب إلى درجة إن قد يجد إنسان بعير ثم قد يركبون اثنين على البعير وقد يتناوب عشرة على بعير، يعني يركب هذا ينزل هذا ويركب اللي بعده يتعاقبون على بعير عشرة. جاك الآن عند الحين معضلة ومشكلة معينة، إن الزمان زمان الطائرات والسيارات والبواخر والقطارات وكذا، شنو بعير وما بعير وكذا، وهذا يتحدث عن مستقبلية معينة يبغى يوفق بين النص وبين معطيات الواقع. فقال لك إيش؟ قال: رجل على بعير رجلان على بعير، المقصود أن يركبون سيارة صغيرة كالكرسيدة مثلا، وحتى كان يذكر المثال طبعا كرسيدة ما يعرف أن ظهر انقرض الكرسيدة يعني هو بينقرض يعني. المثال الآخر قال: عشر على بعير سيارة الكبيرة مثل سوبرمان، السوبر يعني يحمل عشر بعير، فهذا هو المقصود. مثلا يجيك مثلا أن يحملون سيوفهم رماحهم، فيقول لك الرماح هذه إشارة للصاروخ، يعني يحاول أن يتأول معطيات الوحي بما يتوافق مع الواقع. لا، إحنا نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول رجل على بعير اثنان على بعير عشرة على بعير، ترى هو يقصد هذا المعنى حقيقة، يقصد هذا المعنى حقيقة. ومن الافتئات على الوحي دعوة أو محاولة تأوله بما يوافق معطيات الواقع. المثال الألصق بموضوعنا وهي ملاحظة حقيقة جديرة بالدراسة ومزعجة في آن واحد، إن أكثر المناكفين للفكرة الإلحادية في الوطن العربي يتبنون صورة مطورة من نظريات داروين. يعني كثير ممن يناكف الملاحدة يعتقد إن الإنسان حقيقة آدم عليه الصلاة والسلام له أب وأم، وأن تناسل وتطور من القردة الدنيا، وأن تستمر سلسلة التطور إلى ما نصل إلى شجرة ونبتة معينة، ونصل إلى البكتيريا، نصل إلى الخلية الإلحادية اللي انبثقت عنها الحياة أول ما انبثقت. هذه أسماء إسلامية، خلنا نقول لا ترى هذا الإشكال، لا ترى تعارضا بين نظرية داروين وبين معطيات الوحي أولية آدم عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا كتاب قصة الإيمان لنديم الجسر، نديم الجسر له كتاب جميل ولطيف
في إشكاليات لا يكاد يخلو منها كتاب، لكن من الإشكاليات المركزية العميقة في الكتاب أنه يتبنى عدم التعارض بين نظرية داروين أو نظرية التطور وبين إثبات أبوة آدم عليه الصلاة والسلام، أو يعني المعطى القرآن المتعلق بهذه القضية. يعني عبد الصبور شاهين على سبيل المثال له كتاب أبي آدم، نفس الإشكال. الدكتور عمرو الشريف له كتابات ومصدر في المشهد في مناقشة قضية الإلحاد، وهو يتبنى خلنا نقول صورة مطورة من نظرية داروين. يعني الخلاف الموضوعي بين هؤلاء وبين الداروين في قضية واحدة فقط. الداروينيين يؤمنون بالتطور العشوائي، إن الطبيعة العمياء هي التي تطور الأشياء. هؤلاء يقولون لا، ما هي التطور، هي تطوير، إن الله عز وجل يقف خلف الستار ويطور عبر أداة الداروينية وعبر الأداة اللي اكتشفها داروين، الانتخاب الطبيعي وغير ذلك مثلا. يعني حتى تعرفون يعني خطورة المسألة وتسببها بقدم الإزعاج، لما عقدت المناظرة بين عمرو شريف وبين بسام بغدادي في قناة 25 يناير، جرى الجدل والنقاش 3 أيام حول 3 أسئلة أساسية. كان السؤال الأول سؤال نشأة الكون، كيف نشأ الكون. السؤال الثاني نشأة الحياة، كيف نشأت الحياة. والسؤال الثالث نشأة الإنسان. لما وصلوا للسؤال الثالث في الحلقة الأخيرة، طلب المقدم فاضل سليمان من الملحد بسام بغدادي قدم لنا تصوره كيف نشأ الإنسان، كيف ظهر الإنسان في الطبيعة. فقال إن عندنا يعني خلية أحادية تطورت، قردة دنيا، قردة عليا تطور، وأعطاك منظور الدارويني. لما جاء عمرو شريف بجاوب قال أنا موافق على كل ما ذكر الأستاذ بسام بغدادي، كل ما طرحه صحيح. الخلاف الوحيد بيني وبينه هو يقول تطور وأنا أؤمن بالتطوير، الله عز وجل هو الذي يطور. وهي في نهاية المطاف نظرية ملفقة بين نظرية الخلق ونظرية التطور العشوائي، وتسمى في الدوائر الغربية بالتطور الموجه، التطور الموجه أو التطور الإلهي، واستعير المفردة هذه وسربت إلى المضامين الإسلامية. مثلا من الشخصيات المهتمة بمناكبة الفكر الحديث محمد سالم الطائي، أحد الفيزيائيين الأردنيين المرموقين، له مواد مرئية وله مقالة موثقة في هذه القضية. من الشخصيات المشهورة جدا في مناكبة الفكر الحادية ويقول أنا ما عندي مانع أؤمن ب 99% من نظرية داروين، الدكتور عدنان إبراهيم، له 15 مقطع مرئي في مناكبة الفكر الحادية، ومع ذلك لا يرى كبير اعتراض على الداروينية مع معطيات الوحي. الذي أجزم به إن يعني أنه لا مجال للتلفيق بين التصور الإسلامي فيما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام وبين التصور الدارويني، لا مجال للتلفيق. يعني بمعنى القصة القرآنية التفصيلية اللي يتحدث الله عز وجل عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام غير قابلة للتأول بما يوافق نظرية داروين. بل القرآن الكريم عمليا ينتقل لمستوى أعلى في مناقشة القضية هذه، ويؤسس على أولية آدم أسس عقدية أخرى. لما يقول الله عز وجل في محاجة من اليهود المنكرين لكون عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير أب، زين، يخاطبهم الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما يتصح، ما لا يصح هذا الاستدلال القرآني بآدم عليه الصلاة والسلام ما لم يكن آدم مخلوقا خلقا مباشرا، خلقا جديدا. يجيك الحين الممارسات التأويلية بالنسبة لي المزعجة، اللي هو قضية يعني لا، أن في القرآن الكريم ما يدل على صحة نظرية داروين. طيب وين في القرآن يقول لك ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وأن كان في طور يعني خلينا نقول خلية أحادية ثم تطور لطور آخر ثم طور آخر ثم وصلنا إلى طور الإنسان. لما يريد الإنسان محاكمة المسألة إلى مقام المحكم من الوحي والمتشابه من الوحي، فالقطع عن أن الدلالة الظنية لتصويب نظرية داروين لو كانت صوابا هي مالك منترجون وقد خلقهم أطوارا، ليست قطعية في هذا الباب، بخلاف قطعية الدلالات القرآنية الدالة على أولية آدم عليه الصلاة والسلام. فهذه أحد يعني الشاهد الموضوع، أحد الإشكاليات. يعني حتى تعرفون أحيانا غيبة المنهجية الشرعية الصحيحة في التعاطي مع الوحي في كفة والعلوم الطبيعية التجريبية، في أحد حلقات برنامج الشريعة والحياة قديما كان سووا حلقة معينة كانت بمناسبة مرور 200 سنة على ولادة داروين و150 سنة على تقديم النظرية. يعني لما بلغ داروين أصلا 50 سنة أخرج كتابه المشهور أصل الأنواع The Origin of Species by Means of Natural Selection، طلع الكتاب هذا بعد صارت احتفالية عالمية 150 سنة مرور على النظرية، 200 سنة على ولادة داروين، في شريعة الحياة بالمناسبة مناقشة القضية والسؤال ضاغط يعني في المجتمع العلمي، فنوقشت المسألة هذه مع الشيخ يوسف القرضاوي.
الحلقة جمهورة كان الشيخ يدفع باتجاه المعارضة الوحي للنظرية وإن ما تصح النظرية وإن ما يعني إن في إشكاليات وكذا. ضغط على الشيخ من خلال بعض مداخلات الهاتفية من الضيف بالسؤال الآتي: لو قدر أن النظرية وصلت إلى حالة القطعية ما الموقف الشرعي منها؟ ما الموقف الشرعي؟ فقال: سنجد فيه خطاب الوحي ما يؤيد النظرية، ما لكم لا ترجون الله وقارا. يعني حالة الضعف المباشر لا، الإجابة مفترض ألا تكون كذلك. الإجابة هي حالة الاستمساك الشديد بأن هذا يستحيل أن يقع، يستحيل أن يقع أن تتعارض الحقائق القطعية في المحسوسة أو العقلية مع معطيات الوحي. فالشاهد أن ضبط العلاقة بين العلم الطبيعي التجريبي وبين الوحي هي من الأولويات العلمية التي نحتاجها واللي تشكل حالة ثغرة إلى حد ما في طبيعة المعالجة. يعني حتى نتأكد في خصوص مسألة الإلحاد، أحد المعضلات، أحد الإشكاليات الآن اللي بدأت تتسرب إلى المشهد الشرعي والمشهد الإسلامي في التعاطي مع أو في الرد على الملاحدة هو المعنى الآتي: النظرة الإلحادية لهذا الكون وللعلوم الطبيعية التجريبية في نهاية المطاف هي نظرة مادية. طيب لو استطعت أنا، بعض المتدينين يطرحون السؤال: لو استطعت أن أثبت الماورائيات، أثبت الميتافيزيقية، أثبت وجود عالم غير مادي، زين، هذا سوف يسجل نقطة لصالح الدين ضد الإلحاد. هذه الفكرة تسيطر على يعني مسيطرة على بعض العقليات. يعني لو استطيع علميا أن أثبت، خلينا نضرب مثال، نثبت الروح، هذا مكسب كبير للمتدين لو نستطيع نثبت الروح علميا وطبيعيا وتجريبيا، جيد. وبالتالي شو اللي يصير؟ السؤال الضاغط، خذوا هذا النموذج، يجيك مثلا وحيد الدين خان وغيره قديما يحاول أن ينقض الإلحاد، مثلا في كتاب الإسلام يتحدى، كتاب جميل وفيه إشكالية، أحد إشكاليات المركزية هذه القضية، يحاول أن يستظهر في مناصرة القضية الدينية بعلم تحضير الأرواح، أن عندنا علم اسمه تحضير الأرواح، يموت الإنسان ونستطيع في مجلس معين أن نستحضر روحه، زين. طيب المشكلة أن مثل هذا الاستدلال لم يصح بين قوسين، وهو لم يصح قطعا، إيش اللي انعكاساته العقدية والعلمية ستكون ضارة بالخطاب الديني. اللي أتلمس الآن في أرض الواقع، اللي أتلمس أن في محاولات لبعض المهتمين بالقضية الدينية لمحاولة تسريب ما يسمى بالعلم العلم المزيف في السياق. يعني مثال يعني ما لا بأس من شيء من المصارحة بالقضية هذه، صارت حلقة مثلا، مجموعة حلقات قريبا مع الدكتور عمر شريف. عمر شريف أحد الشخصيات الحاضرة بشكل كبير جدا في منافسة الفكرة الإلحادية، عقد حلقات مع الشيخ محمد العوضي قريبا، وجرى حديث في هذه الحلقات عن بعض العلوم المتعلقة بالطاقة، بعض العلوم المتعلقة بالماورائيات. يعني يجيك مثال، يقول لك تجربة باكستر، نجاك واحد مختص في تصنيع أجهزة كشف الكذب، وضع الحساسات السنسرز، وضعها على نبتة، وسوى تجربة معينة، إنه فكر، ما سوى شيء، فكر بس تفكير إنه يشعل العود ثقاب، زين، ويحرق أحد الأوراق، ما شغل هذا، بس فكر، فوجد المؤشرات راحت، فمعناته أثبت إن النبتة عندها شعور وإحساس، وإن تفاعلت مع الطاقة المطلقة من العقل. طبعا لما تبي تقيم هذا المعطى، خلينا نقول في ميزان العلم الطبيعي التجريبي، أنا أجزم إن هذا كلام غير موافق عليه علميا، ليس له حضور. وقس عليها نماذج متعددة ذكرت في سياق الحلقة في محاولة دفع وهم المادية. نحن في غنى، اللي أبي أقول ببساطة، نحن في غنى عن إثبات أم الحقائق القطعية في دين الإسلام، بل يعني القضية الفطرية المركزية الأساسية التي لا يتنكر لها حتى الملاحدة لا ينكرون أن الإنسان يجد تلهف وتعطش، وإن مزروع فيه، يعني حتى في التعبير الغربي، إنك كأن God is wired in the human being، يعني كأن الله عز وجل مشربك، يعني إلى درجة في دراسات تحاول أن تفتش عن الجين الإلهي، إن في الشفرة الوراثية أكيد في جين هو المتسبب في تطلب وجود خالق، الإمام وجود خالق، ويتفاعلون مع القضية أن الإمام وجود خالق كأن فيروس يتناقل في الحياة الإنسانية البشرية. يعني لا يتنكرون لهذه القضية، علوم الإنثروبولوجيا ترى تؤيدنا، يعني حتى في التدليل على فطرية هذه القضية وقطعيتها، لا يوجد تجمع إنساني بشري في مدى التاريخ إلا وهو يؤمن بوجود خالق خلق هذا الكون. حتى أحد الإنثروبولوجيين له عبارة جميلة جدا، يقول دخلنا مدنا، يعني مدن قديمة تاريخية،
فوجدنا مدنا بلا بيوت، وجدنا مدنا بلا قصور، وجدنا مدنا بلا قلاع، ولم نجد مدنا بلا معابد. ما في يعني كل تجمع إنساني بشري لابد فكرة خالق، فكرة مسيطرة إنسانية، وفكرة مسيطرة يعني بشرية. وكثير من الداروينية حاولوا أن يفسر هذا المعطى في ضوء العلوم الطبيعية التجريبية، في ضوء نظرية داروين، إن لبقاء الإنسان في لحظة تاريخية معينة كان محتاج ومفتقر إلى الإيمان بوجود خالق، لكنه سوف يتطور في نهاية المطاف ويتخلص من هذا الاعتقاد كتخلصه من الاحتياج الزائد الدودية وكذا. هذه طبعا النظرية الداروينية. الشاهد في الموضوع أن مثل هذه الحقائق القطعية الشرعية لا يصح أن تعلق، أنا ما أقول لا تعلق بالظنيات، لا يصح حتى تعلق بمثل هذه الأمور المتوهمة، هذه يعني الجهالات، هذه الجهالات. فالمسألة تحتاج إلى حالة من حالات الضبط المنهجي الشديد في صلة العلم بعلوم الـ ولا ما يعني حتى يعني حتى يعني بس أختصر يعني الكلام، ولا الكلام ما فيكم طويل، من المجالات البحثية الواسعة في تحرير هذه القضية ما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والإشكاليات اللي تعصف بهذه المسألة، وحجم ما يعني أحيانا تقع أغاليط في هذا الباب فيتهجم على الإسلام، وتستخدم الأخطاء اللي تمارس باسم الإعجاز العلمي في إبطال دين الإسلام. يقال لو كان الوحي صادقا لما يعني تناقض مع العلم الطبيعي التجريبي، والتناقض طبيعة الحي ليست موجودة بين الوحي وبين العلم الطبيعي التجريبي بقدر ما هي الممارسات السلبية التي مورست في الواقع باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. زين، يعني مثلا تخيلوا مقال مشهور جدا نشر في مجلد ديسكفر ماجازين، في مجلد ديسكفر، عنوان المقال ومقال مهم ومركزي كان موجود ونشر في 2007، عنوانه ساينس اند اسلام ان كونفليكت. كثير من المراقبين الغربيين لما درسوا مسألة الإعجاز العلمي توصلوا للنتيجة، وذكروا أسماء لامعة مشهورة في فضائنا اللي متعلق بالإعجاز العلمي، وتوصلوا إلى خلاصتها المختصرة في العنوان ساينس اند اسلام ان كونفليكت، الإسلام العلم والإسلام في تعارض في تناقض. طبعا لاحظ مدى خطورة يعني مثل هذه المقالات في الترويج المشوه عن التصور الشرعي والتصور الإسلامي. في مقالة جميلة للشيخ سعود العريفي عنوانها منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية عن النبوة والربوبية، دراسة نقدية حقيقة، دراسة أنصح يعني بمطالعتها، وممكن تشكل نواة لما أريد أن يعني نناقشه في مثل هذا المعلم. من القضايا كذلك يعني أحاول يعني أختصر للأسف مطول، تقديم رؤية نقدية هجومية وعدم الاكتفاء بالمدافعة اللي تلمست في كثير من الخطابات التي تتناقش مع القضية الإلحادية، أن تتسم خطابها بالدفاعية الشديدة بالممارسات التبريرية، في حين لازم نفهم أن الممارسات الإلحادية الخطاب الإلحادي قصارى ما يقدمه في الباب هو نقض التصورات الدينية، هو لا يؤسس لبناء، لا يوجد منظومة فلسفية متكاملة عند الملاحدة، يعني قصارى ما يقدمونه هو نقض التصورات الدينية. طيب مجرد النقض ترى تفتح ثغرات على الخصم على المقابل، ولذلك من المفترض أن يتنبه الإنسان للإشكاليات والثغرات الموجودة في الخطاب الإلحادي. يعني خذوا النماذج، عامة الملاحدة الجدد زين جبرية في الجانب الاعتقادي، يعتقدون أن الإنسان يعني بتعبير ريتشارد دوكنز and we dance to our genes، يعني نرقص بحسب شفراتنا الوراثية. الإنسان في نهاية المطاف ترى محكوم بالإطار المادي، محكوم بالشفرة الوراثية، لا يستطيع أن يعتقل ويفكك عنها. كل ممارساتك يعني هم يؤمنون أن رفع الحين للكأس ليست قضية اختيارية أصلا، ليست قضية اختيارية، هم يؤمنون أن هذه قضية جبرية. طيب إذا كانت قضية جبرية ترى في لوازم فلسفية وعقدية ممكن نرتبها وممكن نستفيد منها في مهاجمة الطرف المقابل، يعني في نهاية المطاف. طيب ليش أنت متحمس جدا للدعوة للإلحاد إذا أنا مجبور على إيماني وأنت مجبور على الإلحاد؟ طيب خلاص يعني ما أنا لا أستطيع أن أؤمن بالإلحاد، لا أستطيع. يعني من الضروري ونحن نناقش مسألة الإلحاد أن يتسم خطابنا ليس بالدفاعية الهجومية والوثوقية العالية في تقديم الحقائق والبراهين التي نتبناها ونؤمن بها. يعني يجب أن ننطلق من النص القرآني لما يقول الله تبارك وتعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني لازم تكون هذه الروحية المسيطرة علينا. نحن لا نناقش قضية ظنية، قضية فعلا خاضعة للأخذ والعطاء والمناقشة ومحتمل فيها الإنسان مصيبة ومخطئ، لا، نحن نناقش قضية شديدة القطعية أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أو لما يقول يعني
إذا ما كنت واهم أبو نواس فكيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. أحد الفلاسفة الفرنسيين له عبارة جميلة يقول: متى ما كان الإلحاد ممكنا فسأكون أول الملحدين. يعني كأنه يقول الإلحاد موقف ديني مستحيل عقلا، فإذا كان في لحظة من اللحظات صار ممكن فسألحد، لكن إلى هذه اللحظة بالنسبة إليه هو موقف غير عقلاني. في عنوان لكتاب طريف جدا، طريف جدا، عنوان كتاب عنوان I don't have enough faith to become an atheist، يعني ليس عندي إيمان كاف حتى أكون ملحدا. يحس أنه عشان تكون ملحد تحتاج إلى يعني خلينا نقول جرعة كثافة إيمانية عالية حتى تتبني موقف الإلحاد. يقول موقف الإلحاد موقف غير عقلاني، غير فطري، غير مقبول، مستوعب، وبالتالي لا يستطيع أن ينتقل الإنسان إلى هذا الموقف إلا بإيمان، بإيمان يعني من العيار الثقيل حتى يكون ملحد. المفروض أن هذه تكون مسيطرة علينا. يعني خلني يعني أذكر نموذج آخر على قضية الثغرات الموجودة في خطاب الإلحادي. لما ناقش مجموعة من الشباب الملحد ومتأثر بخطاب الإلحادي فوجئت بالقضية الآتية. صار نقاش طويل وكذا، وأثبتنا لهم قضية علم الله تبارك وتعالى، ثم انقلبوا على هذه المسألة، انقلبوا عليها وجينا النقاش بعدها، ولاحظت في أثناء النقاش أن ثمة قدر من الخلل الذي لا بأس به في مفهوم الدليل العقلي عندهم. فحبيت أني أرتب معهم النقاش، قلت لحتاج نرجع خطوة إلى الخلف، نرتب النقاش إلى أسس نؤسس عليها القاعدة المشتركة اللي نستطيع الانطلاق في الحوار منها. فقلت لهم: مصادر المعرفة الإنسانية البشرية لا تخرج عن ثلاثة أطر رئيسية. الأول الخبر، ولما نتحدث الخبر الديني نتحدث عن الوحي، الكتاب، السنة، والخبر بشكل عام مصدر مصادر المعرفة الإنسانية البشرية. الجانب الثاني الحس الظاهر الباطن، الحس الظاهر، الحواس الخمس، الباطن، ما يستشعر به الإنسان مشاعرها الباطنة. الثالث اللي هو قضية العقل، العقل إن يستطيع الإنسان يستخلص نتائج 1+1=2، هذا موقف عقلي. وطبعا في خلاف فلسفي طويل جدا في قضية هل ثمة مبادئ عقلية أولية مفطور عليها الإنسان، ولا هي قضية يعني مشاهدة ينتقل من الحس يكون قضايا عقلية معينة ثم يوظف هذه القضايا العقلية للاستدلال من العلوم الضرورية وينتقل للعلوم النظرية وغير ذلك. هذا أبعد فلسفي صار النقاش حوله. اكتشفت في أثناء النقاش أنهم عمليا لا يؤمنون إلا بالدلالة الحسية، ما يؤمنون إلا بالمحسوس. فكنت أبي أوثق الحقيقة هذه وفي النقاش أبي أتأكد فعلا أنهم جادين في هذه القضية. طبعا مو كلهم، كان في يعني مجموعة كانوا متأثرين بهذه القضية، وأنا ما أريد الاستغراق شو الشبهات والإشكاليات اللي ولدت هذه الحالة، لا أريد أن يفهم أن هذا من طبيعة المكابرة المحضة، وأن لا في شبهة هي اللي سببت الإشكال. لكن في نهاية المطاف كانوا يقدمون خطاب شديد شديد عدم العقلانية، خطاب غير عقلاني مطلقا. إيش قالوا؟ لاحظوا الأمثلة اللي قلت لهم الآن من القواعد العقلية الأولية إن الجزء أصغر من الكل، هذه قضية عقلية أولية. فلما يكون عندي برتقالة معينة وقصها إلى 4 أجزاء، صح ولا لا، ربع البرتقالة أصغر ليس من 3/4، أصغر من مجموع البرتقالة، هذه الحقيقة العقلية. يعني كل البرتقالة أصغر أو يساوي أو أكبر من ربع البرتقالة، العقل يقول مباشرة إيش؟ إن أصغر، واضح القضية، صح ولا لا؟ فكانوا يرد علي يقول لا أعرف حتى إيش؟ حتى أشوفه. قلت طيب أنا عندي في البيت كتاب اسمه مجموع فتاوى شيخ سامي تيمي، يقع في 37 مجلد، المجلد الأول من مجموع الفتاوى أصغر أو مساوي أو أكبر من مجموع الفتاوى؟ فقال ما أعرف حتى أشوفه. قلت طيب، قلت له، وكان قدامنا دلة وفنجان، فقلت له بالله شيل لي الدلة، فشال الدلة. فقلت له الحين كونك تستطيع حمل الأثقل زين تقدر تشيل الفنجان؟ جاب بمد يده، قلت له تمد يدك تقدر ولا ما تقدر؟ قال ما أدري حتى أجرب. فصار النقاش وكذا، بعدين رحت قلت له، قلت بس السؤال عشان نختم المسألة، قلت له هل أنت موجود أم معدوم؟ فقال أنا موجود. قلت له هل ممكن العلم الطبيعي التجريبي في مستقبل الأيام يثبت أنك معدوم؟ قال ممكن. تكيت كذا، قلت والله ما يعني لا يوجد مجال للمناقشة. قلت لهم أنتم تحتاجون تعيدون ترتيب يعني طبيعة المعرفة الإنسانية البشرية، وترى كبار الملاحدة اللي أنتم تتابعونهم ترى لا يبنون تصوراتهم بالشكل هذا. اللي فوجئت أن هذه النغمة ترى حاضرة في بعض خطابات الملاحدة. يعني خذوا النموذج هذا، يعني ذات التصور والفكرة. في مناظرة الدكتور عمرو شريف مع بسام بغدادي اللي حدثت قريبا، طرح الدكتور فاضل سليمان مدير الحوار سؤال طريف، سؤال لطيف، سؤال مفترض أن بديهي يجاوب مباشرة. إيش قال؟ قال هذه الكأس، رفع كأس،
مصممة بشكل معين بكذا كذا كذا، ألا تدل على أن ثمة مصمم صمم هذه الكأس؟ جاوب بسام بغدادي كالآتي، قال له نعم ثمة مصمم صممها. لماذا؟ لأن إذا فتشنا في الواقع سنجد المصنع الذي صمم هذه الكأس، وإذا عرفنا المصنع الذي صممها نعرف أنها مصنوعة. أنا لما سمعت الجواب واضح تماما عندي أن هذا هروب من محل البحث، هذا ليس هو الجواب، ليس هذا هو الجواب، لأن لازم هذا الجواب إذا فتشنا في الواقع فما حصلنا المصنع إيش معناته؟ إن ما نعرف هو مصمم أو غير مصمم، صح ولا لا؟ هذا مفترض لهذا. دقر عليه فاضل سليمان قال لا أنت ما فهمت سؤالي، سؤالي إن هذه الكأس بحد ذاتها بقطع النظر عن طبيعة المصمم أو المصنع وكذا، هي الكأس هذه هل هي عقلا ضرورة تستدعي وجود مصمم أو لا؟ رد عليه بسام بغداد باللفظ قال لا طبعا، لا طبعا ما أستطيع أني أعرف أنها مصممة إلا إذا تعرفت على طبيعة من صممها. هذا موقف بيقول غير عقلاني، موقف ينبغي أن يوظف، يوظف خلينا نقول في يعني بالتعبير الإنجليزي exploit الطرف المقابل، تحاول يعني ما ادري المقابل العربي، لكن تحاول انك يعني تستثمر، تستثمر القضيه هذه في 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 صب الملح على جراحات الموجوده في الخطاب، خطاب الالحاد. والا ما اخفيكم ترى متعدده ثغرات، يعني البعد الاخلاقي لما تقرا كتاب ذا مورال لاندسكيب حق 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 سام هاريس، او كتاب ذا جود اند ايفل حق حق مايكل شيرمر وغيرها، المؤلفات اللي حاول تقدم اجابه لسؤال الخير والشر، تجد مثلا أن لهم موقف متعصب في نقد النظرية الدينية عبر بوابة سؤال الخير والشر والحكمة الإلهية وكذا. ترى ليس ثمة مفهوم فلسفي يتبناه الملاحد في نهاية المطاف، يعني خذ المجالين سؤال الخير والشر سلمنا، يعني هل الإجابة اللي قدمها الملاحد في نهاية المطاف مطمئنة للإنسان كإنسان؟ يعني أيهم أكثر طمأنينة؟ إن صحيح عندنا شرور موجود في هذه الحياة الدنيا، لكننا على الأقل نؤمن بحياة آخرة يكون فيها الحكيم العادل سبحانه وتعالى يحاكم فيها الناس فيدخل المثيب الجنة ويعاقب لمن ظلم بالنار. هذه تخلق حالة طمأنينة عند الإنسان وهي نظرية أكثر تكاملا. طيب ما هي الفرضية اللي تقدمها أنت يا ملحد في نهاية المطاف اللي قدمه؟ إن نعيش والظالم يعني المغتصب اللي عاش حياته مرفه وعذب ملايين البشر يخرج من هذه الحياة يعني من غير أي إشكال. فقصدي مثل ما هم يدقرون على البعد العاطفي في تهيج الجماهير ضد الفكرة الدينية، ترى أنت تستطيع استخدام ذات الأداة في مناكفتهم. البعد الأخلاقي على سبيل المثال، هذا من المعضلات حقيقة، البعد الأخلاقي يعني لمن أنكر، يعني لمن أنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، ولمن اعتقد أن الإنسان في نهاية المطاف هو نتاج الصدفة، صدفة الطبيعة، من أين يستلم الإنسان القيم الأخلاقية المطلقة؟ لماذا صار الصدق قيمة أخلاقية حسنة، ولماذا الكذب قيمة أخلاقية قبيحة؟ لماذا الظلم قيمة أخلاقية قبيحة؟ إذا كان الإنسان يعتقد أنه نتاج الصدفة، من وين يعرف الإنسان أن هذا الخلق؟ يعني ما مو بس ما هي المرجعية، إذا ألغيت معامل وجود الله تبارك وتعالى ترى أنت عمليا تلغي البعد الأخلاقي جملة وتفصيلا. ما يكون، لا يكون الأخلاق إلا قضية نسبية في فترة زمنية معينة، ممكن يكون الصدق عندنا حلو لأن مثلا، ويحاولون الملاحد القصارى ما يقدم فلسفة نفعية إن الصدق زين لأن المجتمع إذا لم يكن صادقا سيلحق ضرر في المجتمع وكذا، وبالتالي هو محتاج أن يحفظ كيانه بالصدق. هذا 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 تفسير نفعي براغماتي، ليس تفسيرا خلينا نقول موضوعيا الإنسان يتعاطى مع الصدق قيمة حسنة مطلقة ما لا علاقة يعني خلينا نقول بالبعد النسبي، بمعنى إذا وافتاني الظرف في ظرف معين سيكون صادق، لكن سيكون جميل الكذب يعني في ظرف أو في سياق آخر يحقق لي مصلحة على سبيل المثال شخصية. الظلم صحيح قبيح إذا أضر فيني، لكن الظلم ليس قبيحا لو أراد الإنسان يتبنى الفلسفة الإلحادية لنهاية الطريق. الظلم ليس قبيحا إذا كان يحقق للإنسان الرفاه ويحقق للإنسان مثلا الخير المادي المباشر. بذكر بس عنصرين لأنه ودي والله أسمع من الأخوة، العنصرين بذكر بس العناوين، بيان المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات، أعتقد هذه قضية أولوية مفترض تكون حاضر في الخطاب العقدي والخطاب الشرعي اللي هو بث المنهجية الشرعية في التعاطي مع الشبهات والإشكاليات، وعندنا أصول وقواعد موجودة لكن الوقت لا يتسع لذكرها، لكن عندنا أصول منهجية مفيدة جدا في التعاطي مع الشبهات والإشكاليات، لو أنها بثت بين شبابنا لاستطاعوا أن يصدوا عنهم كثير من الإشكاليات والشبهات بهذه الأصول المنهجية، لأن في نهاية المطاف ترى نحن عاجزون عن ملاحقة تفاصيل الشبهات، يعني
لا نستطيع يعني قدرة الفرد في نهاية المطاف أن يجيب على حجم الإشكاليات الشبهات الموجودة في المشهد ستظل محدودة. طيب ما هو الحل؟ الحل أن يكون عند الإنسان أصول منهجية يستطيع محاكمة كثير من الشبهات إلى هذه الأصول المنهجية. ما يلزم ضرورة أعرف وجهة الجواب تفصيلا على هذا الإشكال وعلى الشبهة، لكن عندي أصل منهجي لا أستطيع التخلي عنه من أجل مثلا دلالة ظنية متعلقة بقضية ما على سبيل المثال أو يعني غيرها. والحقيقة الكلام يطول. القضية الأخيرة وكنت أتمنى حقيقة أن تعطى حقها يعني من الحضور في هذه الكلمة، لكن الوقت حقيقة لا يتسع له. ترسيخ الحضور القرآني في قضايانا الفكرية، ترسيخ الحضور القرآني في قضايانا الفكرية، لأن طبيعة المعالجة القرآنية لكثير من الإشكاليات والشبهات والإشكاليات تتسم بالبعد الوجداني الإيماني العقلي. يعني ثمة خطاب عقلاني يخاطب الله عز وجل القرآن في القرآن الكريم عقل الإنسان، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وثمة خطابات وجدانية فيها استثارة لعاطفة الإنسان. القرآن الكريم في نهاية المطاف لأي قارئ عربي يمثل قطعة فنية معجزة، معجزة. يعني لما يقرأ الإنسان القرآن أحد دلائل وجود الله عز وجل عندنا كمسلمين هو هذا النص القرآني الذي يعجز البشر على الإتيان بمثله. وبالتالي تكثيف حضور النص القرآني في القضايا الفكرية بشكل عام أو في مناقشة قضية الإلحاد ليس من جهة الاستدلال. يعني ليس مقصودي لما يسألني ملحد ما دليلك على إثبات وجود الله عز وجل أقول لأن الله قال في القرآن الكريم أنه موجود، ليس هذا المقصود. لكن توظيف الأدوات اللي استعملها القرآن في إثبات الوجود ضروري أن تكون حاضرة في الخطاب، هي الأدلة الأكثر قوة والأكثر إبهارا والأكثر حضورا. ولا شك أن مثل قول الله عز وجل أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يمثل الدليل المركزي والمحوري لأصحاب الأديان عموما في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. يعني هذا ما تيسر يعني ذكره من بعض الإلماحات المتعلقة بقضية الإلحاد، معتذرا عن الإطالة ومتمنيا أن كان ثمة يكون مجال أوسع، معتذر عن إملالكم بتطويل الحديث. طيب في مجموعة من الأسئلة حاول أجيب عليها سريعا. طيب هذا السؤال يعني جاء مرتين اللي هو ما أهم وأقوى الردود على الشبهة الإلحادية الفلسفية من خلق الله، وذكر أخ ثاني وعدب الجواب على الشبهة لأن عرضتها. الأول يعني حتى يتضح ما يتعلق بهذه القضية، أولا ينبغي التنبه أن ترى الطريق الإلحادية في الاستدلال بهذه القضية ينم عن مغالطة كبيرة جدا في إشكال في فهم الحجة الإيمانية الشرعية العقلية في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. أفرزت هذا الإشكال الموجود عند الخطاب الإلحادي، هم متوهمين أن نحن نقول أن كل موجود يستدعي وجود موجد. زين، فإذا كان الله موجودا وهو أوجد الكون فمن أوجد الله؟ هذه الدعوة لم ندعيها، ما قلنا، لم نقل أن كل موجود يستدعي وجود موجود، ما قلنا هذا الكلام. نحن في تعبيراتنا إسلامية نقول كل مخلوق يحتاج لوجود خالق. زين، المخلوق ترى يصف بجملة من الخصائص التي تستدعي ضرورة وجود موجد له. ليش؟ يعني طبعا مختلفين المتكلمين وفلاسفة في قضية يعني الصفة المركزية أو الخصيصة أخص ما يتميز به المخلوق ما هو. الفلاسفة يقولون هو الإمكان، يعني أخص ما يتصف به المخلوق الإمكان، والخالق هو الوجوب. والمتكلمين يقولون أخص ما يتميز به المخلوق الحدوث، والخالق هو القدم. وطبعا النظرية السلفية والشرعية اللي قدمها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم من أخص صفات المخلوق هو الفقر، وأخص صفات الخالق سبحانه وتعالى هو كمال الغنى. وطبعا تندرج لما تستوعب هذا المعنى الشمولي الفقر والغنى يندرج تحت مفهوم القدم والوجوب، ويندرج هنا الحدوث وكذا. فشاهد أن المخلوق مفتقر في وجوده إلى الغير، المخلوق مفتقر في وجوده إلى الغير بخلاف الخالق. إحنا هذا تصورنا، الخالق ليس مخلوقا فيستدعي وجود، خلنا نقول مغاير لله عز وجل، يستدعي وجود ضرورة أن يخلقه غير. هذا مدخل ضروري التنبه له. تقييم الحجة بشكل هذا فلسفيا يقول كل ما كان له بداية فلا بد له من سبب، الكون له بداية فلا بد له من سبب، السبب هو الله عز وجل. لكن لاحظ نحن لا نزعم أن الله عز وجل له بداية، فيطرح علينا السؤال طيب من خلق الله؟ ما قلنا أن له بداية أصلا، ليس الخالق لا يكون مخلوقا سبحانه وتعالى. طيب ما هو الحجة، ما هو الحجة في نهاية المطاف؟ طيب ما هو المانع العقلي، ما هو المانع العقلي؟ إن لو استرسلنا في مع هذا السؤال، لو قال واحد الكون خلقه الله عز وجل، من خلق الله؟ زين،
وكنا جادين خلنا نقول في محاولة تقديم جواب على هذا أن خلق الله كذا، بيطرح السؤال المباشر اللي بعده إيش؟ طيب فمن خلق، من خلق الله؟ تنتقل السؤال اللي بعده، تنتقل السؤال اللي بعده، وانتقل. هذا يلزم منا في نهاية المطاف عدم وجود الكون بالكلية. لماذا؟ يعني خلنا نأخذ مثال زين. لو لم يكن عندي كأس الماء هذا زين، وقلت للشيخ أنس جيب لي بالله كأس ماء زين، فذكر الشيخ قال خاطب اللي بجنبه قال له جيب لي كأس ماء، صح ولا لا؟ واللي بجنبه يقول إيش؟ جيب لي كأس ماء. واللي بجنبه جيب لي كأس ماء، جيب لي كأس ماء، جيب لي كأس ماء. نفترض أن تمشي المسألة تتسلسل إلى ما لا نهاية، كل واحد يقول للي وراء جيب لي كأس ماء، جيب لي كأس ماء، جيب لي كأس ماء. في نهاية المطاف هل ممكن يجيني كأس ماء؟ ما يمكن يجيني كأس ماء، صح ولا لا؟ لابد عندنا واحد في نهاية السلسلة موجود يعطيه كأس الماء، ثم تمشي المسألة إلى ما تصل إليه. لو قدر مثلا عندنا في العسكري في الجيش واحد أسير زين، وجاي عسكري حاط مسدس على رأسه زين، يبي يطلق عليه النار، فيقول أنا ما أقدر أطلق عليه النار حتى يأتيني الأمر من الضابط اللي وراي يقول لي أطلق النار عليه، فيستفت على الضابط أطلق النار عليه، فيقول أنا ما أقدر أقول لك الأمر حتى إيش، يقول لي اللي وراي، التفت اللي وراي أطلق عليه النار، أطلق النار، أطلق. إذا استمرت السلسلة إلى ما لا نهاية اللي سيحصل لن تطلق رصاصة على هذا الرجل، لازم في واحد من البداية يقول أطلق النار، فتوصل المسألة في نهاية المطاف إلى هذا فيطلق عليه النار. فإذا افترضنا هذا السيناريو اللي يتصور هالملاحدة أن متسلسلة المسألة، كل ما تفترض سبب معين في سبب لوجوده، في سبب وجوده، في سبب وجوده إلى ما لا ما لا ما لا ما لا نهاية، إيش اللي سيحصل في نهاية المطاف؟ هو يلزم منه ضرورة أن عدم وجود الكون. طيب الكون موجود، فمعناته إيش؟ أن له سبب نهائي، سبب نهائي غير متسبب في وجود هذا الكون. طبعا في معضلة، في معضلة أخرى ما أدري إيش أعبر عنها، معضلة عقلية في التصور الإلحادي. يعني هل يعني إيش مشكلة الملاحدة؟ هل هو عجزهم لما يقول لك من خلق الله؟ هل هو عجزهم عن تصور خالق أزلي؟ يعني كأنه يقولون أن كل موجود لابد يكون حادث، جادين يعني في هذا السياق، ولا عمليا نحن والملاحدة سواء في إثبات الأزلية لشيء من الأشياء؟ يعني الملحد في نهاية المطاف لما تسأل عن الكون زين، استبعدنا معامل وجود الله عز وجل. الكون كيف وجد؟ شو يقول لك؟ الكون إيش؟ أزلي، صح ولا لا؟ دام إنك قادر تتصور خلينا نقول موجود أزلي، فإيش المانع إنه يكون الموجود الأزلي هو الخالق سبحانه وتعالى؟ الفرق بينه وبينكم إن معطيات الفلسفة والعقل ومعطيات العلم الطبيعي التجريبي تثبت إن الكون له بداية. طيب إذا كان له بداية لابد له من سبب. طيب ما هي نظرياتكم في السبب الموجود للكون؟ في إشكال، في إشكال يعني فلسفي عميق جدا، وكافة الجوابات اللي يقدمونها على أنا ما أريد استطراد، لكن كافة الإجابات المقدمة في هذا الباب غير علمية وغير عقلانية، فعلى الأقل إجابتنا أكثر اتساقا مع المعقول، مع المعقول. غير أن إحنا نفترض وجود خالق حكيم وعليم، لأن الظواهر الطبيعية تستدعي وجود مصمم بالتعبير الغربي intelligent design، مصمم ذكي، مصمم حكيم عليم بالتعبير الشرعي، هو اللي خلق سبحانه وتعالى الأشياء وجعل في هذا الكون سنن قوانين معينة ناظمة لهذه المسألة. طبعا يعني الجواب على هذا الإشكال يعني في مجال أوسع أن يتحدث عنه، لكن هذا يمكن يكفي يعني من القضية. من السؤالات كذلك، هل بات الإلحاد يشكل ظاهرة تستدعي كل هذا الاهتمام؟ يعني الظاهر الإخوة أمس دورة، واليوم الأسبوع القادم في ملتقى في منطقة الرياض عن تهافت الفكر الإلحادي. قناة دليل أعلنت في حواراتنا ما عن مشاركة، فمبرر سؤال هذا، إن في إحساس يمكن بعض الأطراف إن في قدر من المبالغة نقول في الاهتمام بملف يستدعي ضرورة من طرح السؤال هل يشكل ظاهرة أو يشكل ظاهرة. ما أخفيكم إنه يعني بشكل مختصر الإشكاليات اللي تعصف بهذا السؤال عدة معطيات. المعطى الأول إن نحن مجتمع محليا ترى فقير جدا في الناحية المعلوماتية المتصلة بالأرقام. ترى لما تسألني هل تشكل ظاهرة يعني تستدعي مني إحصاء معين كنسبة الملاحدة المجموع المجتمع السعودي، ما لا يستطيع الإنسان أن يقدم رقما في هذا المجال، ولا يستطيع كذلك تقديم رقم في مجالات خلينا نقول يعني في مجالات أخرى. لا أزعم، لا أريد أن يفهم الإنسان أن أنا لما يتحدث الإنسان في الموضوع أن من كل 10 سعوديين في ملحد، ولا من 100، ولا من 1000، ولا يمكن حتى 100,000، لا، المسألة محدودة حقيقة إلى حد معين، لكن إيش مدى محدوديتها؟ هذه مسألة يعني الله عز وجل أعلم بها. يعجبني تعبير لأحد الزملاء الأخ البراء العوه اللي كتب مقال لماذا يلحد شبابنا، مقال
يعني أتفق مع بعض مضامينه وأختلف مع بعض مضامينه، لكن من التعبيرات اللطيفة في الجواب على هذا السؤال اللي هو هل يشكل ظاهرة أو لا يشكل ظاهرة، قال والله لا أعرف على جهة يعني الجزم هل ظاهرة أو ليس ظاهرة، لكني أعتقد أنه أكثر مما نتوقع، أنه أكثر مما نتوقع. أنا عندي انطباع أن كثير من المشايخ أو المهتمين بشأن العقد وكذا انطباعهم عن الظاهرة الإلحادية في المجتمع عندنا دون المستوى الحقيقي الموجود، دون المستوى الحقيقي الموجود، ويستطيع الإنسان من خلال قراءة أن يستبين مدى حضور هذه المسألة، يعني المنتديات، الحسابات التويترية على سبيل المثال، المقاطع الموجودة في اليوتيوب، حجم التفاعل الشعبي مع بعض القضايا، ما خرج مؤخرا خلايا الإلحاد ومقهى الفلاني وفلان، يعني فتعطيك مؤشرات، مؤشرات وإرهاصات. وفي نهاية المطاف اللي يهمنا، يهمنا ليس يعني لا أجد كبير فائدة للإجابة الدقيقة على هذا السؤال، هل عندنا في الخطاب العقدي أو في المكتبة الشرعية ثغرة وإشكال في التعاطي مع هذا الملف؟ أنا أزعم نعم. إذا كان نعم فيعني إن كانت معالجة الواقع فهي قضية ضرورية، وإن كانت ليست معالجة تحصين من إشكالية تتسرب لآط الواقع فنحتاجها كذلك ضرورية. فالعناية والاهتمام بهذا الملف أعتقد أنه مبرر. القضية الأخيرة يمكن نختم بالجواب السؤال هذا اللي هو قضية اللي أعتقد من الضروري وهو يسبب جزء من حالة ارتباك الإجابة على السؤال هذا، اللي هو يعني تحديد المعيار اللي على أساسه وعلى ضوءه يستطيع الإنسان أن يقيم كون شيء معين ظاهرة أو ليس ظاهرة. هذه أظنها قضية مفترض أن تكون محورية ومركزية، يعني كيف نستطيع أن نقول هذه تشكل ظاهرة في المجتمع أو لا يشكل ظاهرة. المشكلة في كثير من الأحيان أن المعامل الكمي هو المعامل الأوحد في كثير من الأحيان في تقييم الظواهر باعتبارها الظواهر. أنا اللي أدعو إليه ضم المعامل الكيفي للمعامل الكمي، بمعنى لما يتحدث الإنسان عن الزنا في مجتمع المجتمعات لابد الزنا يتجاوز رقم سقف رقمي معين حتى نقول أن الزنا يمثل ظاهرة اجتماعية منحرفة. أنا متفق، ما عندي إشكال في هذا، لكن هذا الرقم خلنا نفترض بس رقم جدلا، يعني إذا وصل الزنا في مجتمع المجتمعات إلى 5% فهذا يجب أن ندق من أجله ناقوس الخطر جيد، ويجب أن نكثف مثلا من حضور الخطاب الدعوي في معالجة هذا الانحراف الاجتماعي الكبير والأخلاقي. طيب لو تحدث الإنسان عن زنا المحارم، أنا لا أشترط في زنا المحارم أن يصل إلى نسبة كم؟ نسبة 5% حتى أدق ناقوس الخطر، يكفي أن 1% يدق ناقوس الخطر. ليش ضميت إليه المعامل الكيفي؟ خطورة يعني خطورة الانحراف ينبغي أن نراعيها في تكييف طبيعة الظاهرة. فإذا كان الإنسان يتحدث عن الإلحاد أكبر انحراف عقدي متخيل ومتصور أن يقع من إنسان، فلا شك أن ما ننتظر أن يصل الملاحد عندنا إلى 10 إلى 20 إلى 30%، لا، المسألة حتى لو كانت في البدايات، حتى لو كانت متدنية، أنا أستعظم، أنا أتصور أن شاب سعودي يقع في جملة من الانحرافات السلوكية، أتصور أن عندنا قطاع الشبابية قد يمارس جملة من الموبقات، أقدر أتخيل هذا. لكن يصعب علي حقيقة أن إنسان تربى في هذا البلد في عائلة إسلامية، تربى على الكتاب العقدي، على الدرس العقدي، يحضر مساجدنا، يحتكون بنا، ثم يقفز إلى مربع مب يعني كفري بس، لا، شديد الإغراق في الكفرية، شديد الإغراق في الكفرية. نحن كافة المتدينين مشتركين في إثبات وجود خالق سبحانه وتعالى، فهو خارج ليس نصرانيا ولا يهوديا ولا بوذيا ولا سيخيا ولا بعيد بعيد يعني. فهذه مسألة أعتقد كذلك من الضروري التنبه لها. من السؤالات كذلك يعني أدري والله يعني مشكلة جاتنا عليه طبعا سؤال ما هي الطريقة للرد على الملحد. طبعا هذا يحتاج إلى دورة، يحتاج إلى دورة كيف تحاور ملحدا. ومن الطرائف أن الدكتور فاضل سليمان عنده اهتمام بالملف دعوة غير المسلمين، فعقد جملة من الدورات من ضمن الدورات كيف تناقش أو تحاور مرتدا، وفي أحد فروع دورة فرعية تتعلق بمناقشة المرتدين اللي مناقشة الملاحدة، ممكن يعني أكتفي بالإحالة إليها، موجودة في اليوتيوب وفيها أشياء مفيدة، والمسألة مقتنع أن قابلة للتكثيف بشكل أكبر، قابل للتكثيف بشكل أكبر. وأنا أعرف أن عند النصارى على سبيل المثال في مجابهة الإشكال الإلحادية هم لا يقتصرون على تأليف الكتب، لا، عندهم دورات في كيف يناقش الإنسان دارويني، كيف يناقش الإنسان ملحد، كيف يعني توفير الأدوات، ما هي أهم الاحتجاجات الموجودة عندنا، إيش طباع الشبهات المخالفين، كيف يستطيع الإنسان أن يناقشها. هذه قضية كذلك ينبغي التنبه لها، ينبغي التنبه لها. سؤال يقول كثيرا ما تجعل الداروينية دليل على إنكار الخالق، يقول شخصيا أعتقد أنه بالإمكان إثبات الخالق مع إثبات الداروينية. يعني إن كنت فهمت السؤال يعني يعني وطبعا هذا يعني إشكالية حاضرة، يعني
يعني ما مدى، خلينا نكيف السؤال بشكل هذا، ما مدى تعارض الداروينية مع فكرة وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ الآن واضح يعني في سياق بعض الكلام قد يتوهم من بعض الكلام اللي سبق أن الداروينية أحد العوامل المسببة للإلحاد. الحقيقة إذا أراد الإنسان أن يستكشف مواطن الإشكال في نظرية داروين مع القضية الدينية هي ثلاثة مناطق أساسية. المنطقة الأولى اللي أولية آدم عليه الصلاة والسلام، هذه منطقة شيء حساسية في الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام واليهودية والنصرانية. ولا شك عندي أن النص القطعي من الوحي دال على أولية الإنسان. هل ثمة تعارض مع معطيات الوحي فيما يتعلق بوراء الإنسان، يعني بقية الحيوانات، المملكة الحيوانية، المملكة النباتية؟ هل في إشكال في هذا المجال؟ زين، هل ثمة إشكال أن ثمة مخلوقات شبيهة بالإنسان قبل الإنسان كانت موجودة على الأرض وانقرضت على سبيل المثال؟ هذه يعني اللي أعتقده ابتداء وإجمالا، والحقيقة مفترض لا يهجم الإنسان حتى لا يسبب إشكال، لكن من جهة الإجمال مفترض هذا الملف يكون موكول نسبيا إلى علماء الطبيعة، علماء التجريب، وليس عندنا في الوحي معطيات قطعية كالقطعيات الثابتة في حق آدم عليه الصلاة والسلام في معارضة هذه القضية. مدري في الأذان؟ طيب يأذن وصير كم بعد الأذان. طيب بس استكمل ما يتعلق بقضية الداروينية وصلاته بقضية الإلحاد. ذكرنا ما يتعلق بأولية آدم، هذه قضية قطعية من موجبات الوحي، وعندنا بعض الجوانب المتعلقة بنظرية داروين، يعني المسألة مفترض أن تكون أكثر تسمحا فيها. لا يعني ذلك بالضرورة القفز إلى الإيمان بنظرية داروين. أنا على المستوى الشخصي أعتقد أن في ثغرات هائلة موجودة على مستوى العلم الطبيعي المتعلق بنظرية داروين، اللي تفترض أن الحياة نشأت أول ما نشأت، يعني خلينا نقول بسيطة جدا، خلية أحادية، وتطورت هذه إلى بكتيريا، وتطورت البكتيريا في نهاية المطاف إلى يعني خلينا نقول إلى أحياء أرقى منها مستوى مثل النباتات، وتطورت النباتات إلى ممكن أسماك، والأسماك تطورت إلى يعني برمائيات، إلى زواحف، إلى طيور، إلى ثدييات. يعني هذا السيناريو بالنسبة لي سيناريو كيف تطورت النبتة إلى سمكة، أنا أعتقد يعني ان ما في يعني ان هذا جزء من الايمان بالغيب. يعني الداروينيين يؤمنون عندهم فعلا ايمان يعني كبير جدا ان كيف تطورت هذه الى هذه، والايمان يتعاظم بشكل اكبر اذا اعتقدت ان ليس ثمه مطور، يعني ليس ثمه اله وخالق هو اللي طورها. لا، تؤمن ان الطبيعه العمياء العشوائيه هي اللي في نهايه المطاف انتجت هذا العقل الانسان البشري. هذه يعني قضيه لا استطيع ان اتقبلها يعني مطلقا، ولا يوجد في معطيات العلوم الطبيعية التجريبية في وجهة نظر شخصية ما يؤيد هذه القضية. أنا في ثغرات يعني حقيقية موجودة في هذه القضية، لكن من المهم تحرير المفردات وتفكيك الداروينية لجملة من العناصر. يعني قضية مثلا، يعني بس حتى نعمق المسألة شوي، لما تتحدث عن التطور أنت لا تتحدث عن تصور واحد للتطور، أنت تتحدث عن تطور يسمونه ماكرو إيفولوشن، تتحدث عن مايكرو إيفولوشن. مايكرو إيفولوشن هو التطورات الطفيفة، ماكرو إيفولوشن التطورات الهائلة والكبيرة. المايكرو إيفولوشن ترى جمهور الناس ما عندهم مشكلية فيها، يعني كون ثمة نسب خلنا نقول بين الحصان وبين الحمار أنا ما عندي كبير اعتراض. يعني أقدر أتخيل أن الحصان والحمار لهم أصل واحد، أو أن الذئب والكلب في شيء يعني في شيء معين وتطور، يعني أخذ شيء صار كلب وشيء. ما عندي إشكال حتى كبير أن الأسد والقط يعني لهم أصل من واحد، ليس هنا الإشكال. وبالتالي ضروري نفرق بين منطقة خلنا نقول معينة والمنطقة الأخرى حتى على مستوى التقييم النظرية في حد ذاتها. لكن الإشكالية العميقة، لما أتكلم عن إشكالية يعني كيف تدفع نظرية داروين إلى الإلحاد، البوابة الأولى اللي هو مناقضة الأديان، الأديان السماوية المعروفة أولية آدم عليه الصلاة والسلام. واضح أن في حالة من حالات الاضطراب والإشكال في توفيق نظرية داروين على المستوى الديني. البعد الثاني وهو الإشكال الكارثي حقيقة اللي سببها الداروينية، وهو المعامل المؤثر في قضية الإلحاد. لأن في نهاية المطاف، وهذا سؤال فلسفي موجود في الدوائر الغربية، هل الداروينية تستلزم ضرورة الإلحاد ولا لا؟ الجواب الذي ينبغي أن يكون مقطوعا به لا. والدليل على هذا أن داروين نفسه لما ألف كتاب أصل الأنواع لم يكن ملحدا،
يعني لما ألف الكتاب كان مفردة الله عز وجل الله موجودة في كتاب أصل الأنواع في الطبعات الأولى، يعني في الطبعة الأولى آخر عبارة ذكرها دارون في كتابه إن أنا وضعت النظرية كذا لنحاول التعرف على خلق الله عز وجل العظيم وكذا. وبالتالي هو نفسه مو بواضح عنده التعارض بين هذه القضية وهذه القضية، ممكن يقول لك إن هذه أداة من خلاله خلق الله عز وجل الخليقة. لكن طبعا تطور حالة دارون إلى ما صار أغنوستيك اللي هو الملحد لا أدري أو الشكاك، وكان البعد العاطفي هو البعد المؤثر. ماتت بنته في مرضه صغيرة فيعني أنكر وجود الله عز وجل بعد ذلك، وانتقل إلى حالة وحذف مفردات الله عز وجل من النسخ يمكن الطبعة السادسة أو السابعة من كتاب أصل الأنواع. بس الشاهد المسألة إن هي سؤال مطروح وفي وجهة نظر موجودة في الدوائر الغربية، بعضهم يقول النظرية تستلزم الإلحاد، بعضهم يقول لا، والأظهر والأصوب والمؤكد له بأرض الواقع أن ثمة متدينين كثر يؤمنون بوجود الله عز وجل ولا يعتقدون ببطلان نظرية دارون. فيرون في ناس متدينين يرون أن إثبات وجود الله عز وجل وفعليا عمليا ما في. لكن من جهة الخطورة، لو تذكرون ذكرت قبل قليل النقاش اللي جرى بيني وبين أحد الملاحدة وكذا، والمسألة اللي ختمت فيها النقاش إن قضية إن إذا اعتقدت إن الإنسان المعقد المركب دفعة واحدة خرج الطبيعة هكذا هذا قطعا أمر مستحيل، لكن إيش المانع إن كانت المسألة في بدايتها بسيطة، هذا البسيط وقع صدفة خلنا نقول ثم تطور إلى هذا الأمر المعقد. هنا الداروينية تتدخل في المسألة هذه، يعني الإنسان يخرج كذا للطبيعة فجأة بالصدفة لا شك إن قضية معضلة عقلية. لكن إذا جاك واحد معين قال لك لا المسألة مو بالشكل هذا، المسألة إن الحياة في بدايتها كانت بسيطة، احتمالية أن يقع هذا الأمر البسيط بالصدفة أعلى من احتمالية أن يقع هذا المعقد بالصدفة. مري واضح الإشكال؟ وبالتالي اللي تفعل الداروينية في نهاية المطاف هي أن تجعل الإنسان على حافة الإلحاد، بس يحتاج إلى دفة بسيطة ثم يسقط يعني في مهاوي الإلحاد. طبعا في معطى ثالث لكن أظن يعني اختصار الوقت يعني لا نستطيع الجواب عليه، بس بذكر إجابات رؤوس أقلام على بعض السؤالات اللي موجودة. يقول هل هناك صلة بين نظرية الخير والشر بالتحسين والتقبيح العقليين؟ الجواب نعم. وأحد دلالات النعم أن أحد المباحث العقدية المتعلقة بمباحث القضاء والقدر هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي والشرعي، وسؤال الخير والشر له صلة، يعني خلنا نقول بمباحث القضاء والقدر وله صلة بسؤال التحسين والتقبيح العقلي، وإن كان يعني يجب أن نعي أن هي أحد الفروع المتعلقة بهذا السؤال وليس هو السؤال المركزي والمحوري. وبمناسبة سؤال الخير والشر ترى أكثر الأسئلة ضغطا على شبابنا، بل ضغطا يعني خلنا نقول على كثير ممن ألحد وتسبب في إلحاده، هو سؤال الخير والشر، العدل الإلهي، الحكمة الإلهية والفروع المندرجة تحت هذه القضية. يعني قرأت كتاب قبل مدة بعنوان 50 Voices of Disbelief Why Become Atheists، يعني 50 صوتا لعدم الإيمان، لماذا أصبحنا ملاحدة؟ يعني غرار التصنيف الإسلامي أو الدعوي، لماذا أسلم هؤلاء الملاحد يمارسون نفس الفعل الدعوي؟ زين لماذا ألحد هؤلاء؟ 50 قصة. لما تستقرأ 50 قصة أغلب القصص الدافع المحرك الأساسي للإلحاد هو السؤال العاطفي، سؤال كيف يكون إله رحيم ويسمح بكيت وكيت من إلام الأطفال والتعذيب، يعني وطبعا الجواب على هذا القضية سيطول بشكل كبير جدا، لكن سؤال ضاغط سؤال مركزي. أحد أشرس الملاحد ذكرنا أنتوني فلو اللي صاحب كتاب There is a God، هنالك إله، في بداية يتحدث الكتاب أن سبب إلحاده الأساسي هو هذا السؤال. وعلى المستوى الشخصي ناقش كثير من الشباب تجد هذه القضية تشكل يعني مأزق معرفي ضخم كبير جدا، ومباحث القضاء والقدر بشكل عام وصلته بهذا المبحث لا شك أن كذلك مشكلة. من الأسئلة يقول ما رأيك في نقض أو يعني نقض الإلحاد على طريقة عادل إبراهيم، كيف يعني كتب تنصح بها في هذا المجال؟ بالنسبة لعدنان إبراهيم، طبعا مشكلة عدنان إبراهيم يعني 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 خلنا بس إذا أراد الإنسان أن يقيم الشخص فلا شك أن الشخص عليه يعني خلوه من الطوام يعني من الله عز وجل به عليم. وطعنا ترى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معاوية مع شدة الجرم وشدة الشناعة وشدة، لكنها ليست من أعظم كما يقال جرائره وذنوبه، ترى عنده يعني نقول من الحرفات العلمية والعقدية شيء أكثر من هذا، شيء أكثر من هذا. لكن إذا أراد الإنسان أن يقيم عدنان إبراهيم يعني بالذات في قضية معالجة القضية الإلحادية، هو يتميز بجملة من اختصاصاته، في الجملة مميزة، الإصدارات اللي طلعها مميزة في الجملة. هل ثمت إشكاليات وأخطاء فيها؟ متصور أن يقع أخطاء منها مثل ما يقع إذا أراد الإنسان يكون موضوعي، خلنا نقول يحاول أن يجنب مشاعره خلنا نقول وعواطفه تجاه الرجل يعني.
مفيدة للمهتم، نعم مفيدة للمهتم، لكن في امتيازات موجودة عند عدنان إبراهيم أنا قناعتي هي المتسببة في حالة تمدده في المشهد الفكري أكبر من طبيعة المحتوى المعلوماتي الذي يقدمه. يعني الأسلوب الاستعراضي، أسلوب الأداء المسرحي، خلينا نقول التمثيلي، نغمة الصوت، أسلوب الحديث وكذا، الوثوقية العالية في طبيعة الخطاب، الاتكاء على البعد الثقافي خلينا نقول بشكل عام، وملاحق بعض مسجدات متعلقة بالعلوم الطبيعية التجريبية والفلسفية، هي أحد العوامل كذلك التي ينبغي تنبه لها في تقييم هذا الرجل. فالمهتم مفيد السماع له، مع واضح في الاعتبار أن في نهاية المطاف هو بشر وقطعا سيقع في جملة من الأخطاء. ومن الأخطاء اللي نبه عليها راها خطأ مركزي وكارثي، تبني مثلا 99% من نظرية داروين. كتب تنصح بها في هذا المجال؟ والله الكتب يعني أحد الملامح في يمكن الدور اللي حاوله سربها أن عندنا إشكالية وعندنا ثغرة وعندنا إشكاليات معينة، لكن ابتداء من الكتب اللي أشوفها جيدة، مثلا كتاب الشيخ جعفر الشيخ إدريس، الفيزياء وجود الخالق، يمكن في بعض المواد يعني مشكلة باللغة العربية قليلة للأسف الشديد قليلة، والمعضلة الأكبر أن بعضها جيدة لكنها لا تخلو من إشكاليات. يعني لما تقرأ مثلا الإسلام يتحدى، كتاب جيد، وثمة في كتابة الغربي ما هو أجود، لأنه لما يتحدث الإسلام يتحدى، يعني الإسلام يتحدى في ضوء العلوم الطبيعية التجريبية، لكن كتاب قديم جدا. ترى الأشياء اللي اتكأت عليها يا وحيد الدين خان، ترى الآن عندنا ما نتكأ عليه ما هو أبلغ في إثبات الحقائق الشرعية مما اتكأت عليه، يعني في حالة من حالات القدم. لكن المشكلة أن في أخطاء. نديم الجسر الكتاب حقه قصة الإيمان كتاب جميل في تقريب التاريخ الفلسفي وغير ذلك، لكن في إشكالية إن 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 يتبنى إلى حد ما نظرية ابن رشد في كتابه فصل المقال لما بين الحكمة والشريعة من الاتصال والانفصال، لقضية ابن رشد يعتقد أن الفلسفة والشريعة وجهان لعمة واحدة، تستطيع الوصول إلى الله عز وجل عن طريق بوابة الفلسفة أو عن طريق بوابة الوحي. مثلا ابن طفيل في الرسالة المشهورة اللي حي بن يقظان، القصة الفلسفية المشهورة، يتبنى نفس قصة الإيمان، نديم الجسر يتبنى نفس المنطلق، إن الفلاسفة لم ينكروا وجود الله عز وجل، وإن وصلوا إلى الحقيقة بالأدوات العقلية كما يصل المتدينين إلى هذه الحقيقة بالأدوات النقلية. فهي يعني مسألة تحتاج إلى معالجة. والإشكال الأعمق في الكتاب إنه لا يعتقد أن في تعارض بين نظرية داروين، فالشاهد إنه في إشكاليات، ولا أظن يعني ما أدري، لا ما يريد الإنسان يكون متشائما بشكل أكبر من اللازم، لكن ثمة إشكال يحتاج إلى 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 معالجة في هذه القضية. في كتب طبعا ناقش قضية الإلحاد مع تمدد ظاهر الشيوعية، يعني مثلا كتاب صراع مع الملاحدة حتى العظم عبد الرحمن حسن بنك الميدان مفيد، في رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مفيدة، لكن الفكرة في فرق بين مفيدة وكافية وعميقة للأسف ليس موجودا. السؤال الأخير يقول: كيف أتعامل مع الملحد الذي لا يعترف بالأخلاقيات صراحة ويحث عليها، مثل أحد مشاهير الملاحدة عندما قال أنه شيء عادي أن يزني الأخ بأخته أو الإنسان بحيوانه الأليف ولا ضر في ذلك؟ يعني تحس يعني طبعا كيف يتعامل. أعتقد من الضرورة التفريق بين الملحد الداعية والملحد غير الداعية. الملحد الداعية لا، قاعد ينتقل الشر والضرر إلى الغير، وبالتالي لابد من حالة من حالات التجيش الاجتماعي، قضية تصعيد الموضوع يعني خلينا نقول إلى المحكمة، يعني اللي محاولة كبح جماح القضية هذه. إذا عندنا ملحد لا غير داعية يعني عنده إشكالية وكذا، فالأصل في السياقات هذا أن يحاول أن يناقش، يحاول أن يقنع، لأن المقصود النهائي هو الدعوة إلى هداية الخلق. طبعا لما لا يعترف بالأخلاقيات صراحة، زين، أنا في فرق، لا يعترف بالأخلاقيات يحث عليها دخل في الدائرة الأولى، المشكلة اللي تستدعي التصدي والمناقشة. لا يعترف بالأخلاقيات صراحة، لا، هنا مجال أصل المحاورة والمناقشة، وأنفع ما يناقش به الملحد وغير الملحد من المنحرفين في هذه المجالات اللي هو أخذ الانحراف لنهاية الطريق. يعني لما يأتي الحين يقول لك ما في مشكلة أن الإنسان يزني بأخته، ترى هو لم يأخذ الانحراف إلى أسوأ صورة. خلني من أن يزني بأخته، عندك مشكلة أن يغتصب أخته؟ أورد عنه يغتصب أخته، مو بس يغتصب أخته الرضيعة، عندك مشكلة في هذا؟ يعني صعد الموضوع معه، يعني وتقدر تستثمر القضية في تبيان فعلا أن أنتوا يا الملاحدة عندكم مشكلة أخلاقية عميقة جدا، وأن فعلا لو ألغينا معامل الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالأديان ووحي الله تبارك وتعالى لحصلت ويلات على مستوى الأخلاق الإنساني البشري. واللي أعتقده جزما أنه لا يوجد إنسان عاقل يرضى بكافة صور انحراف الأخلاق في نهاية المطاف، وأن حتى هذا
اللي يطرح هذا التصور حتى تستطيع إقناعه أحد الأدوات الإقناعية، ولا مجال المحاورة والمناقشة والمحاججة في هذا البعد على وجه الخصوص أطول، لكن من المحات بس المحات اللي هو قضية أخذ المسألة في كثير من الأحيان إلى نهايتها، أخذ الانحراف إلى نهاية الطريق إلزامه. ترى أنت ماخذ الصورة إلى هذا الحد، طيب إيش اللي يمنع ما هو أعلى منه أو ما هو أعلى منه؟ أشكر يعني في الحقيقة الأخوة الحضور جميعا، وأشكر المكتب التعاوني، وأشكر رواد هذا المسجد الطيب المبارك على إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع هذه الوجهة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. فهو أنا أشوف من كبريات العبوديات اللي تشكل حالة حصانة. يعني أنا وجهة نظري حتى يتضح جزء في المخاطبة الشعبية العامة، أنا لست مع فكرة تفتيح ملف الإلحاد كذا بإطار الشعب العام في خطب الجوامع يتحدثون عن الإلحاد والرد على الإلحاد وشبهات الإلحاد، ليس هذا الخطاب. لكن ثمة خطابات تحصينية ينبغي تشكل في هذه المرحلة أولوية للخطاب العقدي والدعوي. مثال ما يتعلق بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون حاضرة. أنا أطرحها كطروحة بنائية ابتدائية بعيدة عن إشكاليات ما هي دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من العبوديات الجليلة التي ينبغي أن نبث وعيها بين الناس عبودية التفكر لله تبارك وتعالى، تفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، والإشارة إلى الدلائل الشرعية المحتفية بعبودية التفكر، والإشكال عدم الاقتصار على مجرد الترغيب، خلنا نقول من عبودية التفكر والترهيب من عدم التفكر في مخلوقات الله عز وجل، الانتقال إلى الدائرة الفعل والعمل، كيف نتفكر في مخلوقات الله عز وجل. يعني ما أخفيكم في كثير من الأحيان لما يطرح هذا التساؤل، لما على المستوى الشخصي أخرج من موعظة أو أخرج محاضرة أو من درس يتعلق بعبودية التفكر، إن الله عز وجل حث على التفكر في القرآن الكريم وبين أن حال أهل الإيمان هو التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وأن مما زاد به المؤمنون إيمانا التفكر، وأن السلف أحد السلف قال لا أنا تفكر ساعة أحب إلي من قيام ليلة، ويعطيك يشحنك إجابا بعبودية التفكر. جزء من الإشكالية في التعاطي مع هذه العبودية أن يقتصر الدور عند هذا الحد، نحتاج بعدين نعلم الناس كيف يتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى، نأخذ بيدهم لكيفية ممارسة هذه العبودية. لأن اللي وجدته يعني أذكر في فترة الطفولة يعني قديما حضرت الدروس وكذا، وأذكر كنت أحاول فعليا أن أمارس عبودية التفكر، أقول الآن أجلس قدام السماء الشمس كذا أقول الحين سأتفكر في مخلوقات الله عز وجل الشمس، وأقعد أحس زي اللي يحاول واحد يعصر مخه يبي يتوصل إلى الأثار الإيمانية ما قاعد يوصل لشيء. فأحد العوامل ما هي الأدوات، ما هي الآليات، ما هي الخطوات الفعلية العملية للوصول إلى هذه الدرجة. أنا مقتنع قناعة تامة أن من أكبر المحصنات في إبعاد إشكالية الإلحاد من المشهد الشعبي العام هو بزرع قضية التفكر في مخلوقات الله عز وجل، الاستدلال بالمحسوس المنظور من الطباع الماديات الموجودة على الخالق سبحانه وتعالى. ومقتنع قناعة تامة أن المسألة زي كذا، يعني بدل ما نألف يعني أفلام وثائقية شعبية في مجابة إشكالية الإلحاد نسوي أفلام وثائقية تبين للناس عظمة الله تبارك وتعالى في هذا الخلق، كيف خلق الله سبحانه وتعالى الماء، كيف خلق الله عز وجل السحاب، كيف خلق الله عز وجل النجوم، كيف وفعلا ندخل ونستغرق في قضايا يعني خلينا نقول علمية طبيعية تجريبية عميقة في المسائل هذه، ونرتب عليها الأثار العقدية المترتبة عليها من إثبات ليس وجود الله عز وجل فقط، لا إثبات كمال علم الله سبحانه وتعالى، كمال قدرة الله تبارك وتعالى، كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، وغيرها من صفاته سبحانه وتعالى العظيمة الجليلة. والله أعلم، المعذرة على الإطالة، شكرا لكم.